دكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام. مساء الخير يا فندم. مساء النور أستاذ إيهاب، تحياتي لسيادتك والسيدات والسادة المشاهدين. يعني طبعا مطالبة أمريكا بأنه العضوية الكاملة لفلسطين لابد أن تكون ثمرة مفاوضات مباشرة، ده لا يفهم منه إلا أنه يعني بموافقة إسرائيل، وطبعا اللي معروف أن إسرائيل عمرها ما هتوافق، ولا إيه رأي حضرتك؟ صحيح صحيح صحيح، ده بيشير إلى أن سيكون هناك فيتو، والفيتو يعني جاهز في يعني جعبة الإدارة الأمريكية، وليست المرة الأولى. يعني نشير بس أن اللجنة، لجنة قبول الأعضاء الجدد في مجلس الأمن، أحد اللجان الدائمة للمجلس، هي المنوطة بالتوصية للمجلس، هي المنوطة بدراسة طرد العضوية من فلسطين كي تكون دولة كاملة العضوية. ولكن في نهاية الأمر هذه الدراسة والتوصية من لجنة قبول الأعضاء الجدد هي غير ملزمة على وجه الإطلاق لمجلس الأمن، لابد أن يصدر توصية، تصدر توصية من مجلس الأمن، وهذه التوصية بقبول فلسطين لابد أن يكون هناك موافقة، ولا يكون هناك ثمة فيتو واحد من دولة واحدة. طب ايه اللي بتخشى امريكا واسرائيل من العضوية الكاملة لفلسطين بالامم المتحدة؟ ما هي الحقوق والواجبات القانونية المترتبة على هذا القرار اذا تصورنا انه هيتخذ؟ يعني النهاردة فلسطين دولة مراقب في الامم المتحدة، ليست من ضمن 193 دولة عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة. النهاردة فلسطين لا تستطيع أن تفعل شيء في داخل أروقة الأمم المتحدة، تراقب أي تنظر وتراقب وحسب، تحضر جلسات، مؤتمرات، أعمال، صياغة معاهدات، ولكن ليس لها صوت، وكأنها غير موجودة في داخل الأمم المتحدة. بس كده تفتكر حضرتك عدم قدرتها على التصويت، ولا كونها دولة كاملة العضوية يجرم أكتر الاعتداء على أراضيها وعلى شعبها؟ يعني صحيح أوافقك، حين تكون دولة كاملة العضوية سيكون لها صوت، سيكون لها حقوق العضوية الكاملة في أن تطلب حتى جلسات عاجلة طارئة لمجلس الأمن، جلسات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأي جهاز أو فرع في داخل أروقة وتركيبة وهيكل منظمة الأمم المتحدة سواء كان في نيويورك أو خارج نيويورك تكون دولة فاعلة في منظومة الأمم المتحدة، يؤخذ بصوتها، ويمكن أن تكون دولة عضو غير دائم حتى في مجلس الأمن ضمن 10 دول غير الأعضاء في مجلس الأمن، ومن ثم لكون يكون لها صوت. فهذا في بعض المسائل وبعض القرارات يكون له أهمية ووزن بمكان في صدور قرارات من مجلس الأمن ضد إسرائيل. طيب أخيرا، الدول اللي ممكن تكون داعمة لمثل هذه العضوية الكاملة، يعني أهم الدول دي مين، وهل هناك دول أخرى غير أمريكا، ألمانيا، إسرائيل هي اللي ممكن تكون مش يعني غير داعمة لهذا القرار؟ الولايات المتحدة الأمريكية هي في الصدارة، ربما تكون معها بريطانيا المملكة المتحدة، ولكن إذا كانت هناك دولة واحدة في مجلس الأمن سترفض قبول عضوية فلسطين دولة كاملة العضوية، فالولايات المتحدة الأمريكية هي في الصدارة،
وهذه السياسة الأمريكية والديدن الأمريكي لن يتغير حتى في قابل السنوات إلا إذا حدثت معجزة في الداخل الأمريكي ذاته. طيب الدول الداعمة بقى مين في رأي حضرتك أكبر الدول الداعمة لكامل العضوية لفلسطين؟ نعم، الدول الداعمة هي الدول غير دائمة العضوية، وفي الصدارة منها الجزائر الدولة العربية العضو، وباقي الدول سواء كانت دول إفريقية أسيوية أو من دول أمريكا اللاتينية الدول الداعمة للعضوية. تمام. حين تكون هناك توصية من مجلس الأمن. بشكرك جدا دكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام.